كل الإعلام الأهلاوي والزملكاوي كلهم حبايبي وكلهم علاقات طيبة جدا. أحيانا الناس دلوقتي بتاخد فيديوهات تعرضها لنا من إعلام منتمي للأندية. على فكرة أنا بتشرف جدا إما قناة الزمالك وقناة الأهلي يعرضوا لنا أي حاجة. لو عرضوا لنا حاجة وشكروا فوق دماغنا من فوق، ولو عرضوا لنا حاجة وانتقدوا فوق دماغنا من فوق. ملناش مشاكل خالص خالص خالص. ودايما بتمسك لو في خلاف يبقى دايما احنا هنوصل لفين. انا طلعت قلت ان والتر بواليا عنده عرض، وقلت ان والتر بواليا عنده عرض مش اوروبي من شركه في دوري مش عربي ومش اوروبي، ممكن يكون اسيوي. انا قلت كده وافتكروا الكلام ده قريب، وقلت تاني وتالت ورابع، مش معنى ان لاعب بيجي له عرض معنى ان هو فري، هو ماضي مع النادي بتاعه وفي الاخر جاي لك عرض، النادي يقبل يرفض مفيش مشاكل. على فكره دي اشاده لمجلس اداره الاهلي، واشاده لامير توفيق، واشاده للجهاز الفني في كل عرض بيجي اللعيب في النادي الاهلي، لان دي معناها ان انت اخترت صح واشتغلت صح وماشي بشكل مظبوط. ملهاش علاقه خالص بفريق وتذبذب فريق، مفيش علاقه خالص. النهارده طلع خبر ان قفشه جاله عرض اوروبي للانتقال، وجاله عرض كويس. قفشة عقده ساري مع النادي الاهلي، وقفشة ما عندوش اي مشاكل، وقفشة مكمل مع النادي الاهلي، ولكن جاله عرض. خبر على فكره ما انا مش انا اللي بنفرد بيه، يعني خبر موجود في كذا حته، انا مجرد ان انا بقوله وناس كتير قالته، بس ده تاكيدا على ان في عرض بيطلع وعرض ما بيطلعش، وعرض بيتقال وعرض ما بيتقالش. معنى كده ان قفشة هيترك النادي الاهلي؟ قفشة بنسبه كبيره جدا مكمل مع النادي الاهلي، وعرضه الراجل ساري ومتألق وماشي بشكل جيد، ولكن طول ما انت في نادي، طول ما انت بتأدي بشكل كويس بيجي لك عروض، فما فيش اي مشكلة خالص ان انت يجي لك عروض، ملهاش علاقة ان انت هتمشي ولا قاعد موجود او مش موجود، دي ملهاش مشاكل خالص. انا بس بأكد لكم دايما المعلومات، لان بعض الناس تقول لك ايه طلع قال ان والتر بواليا جاله عرض ونسي ان والتر بواليا عقده مع النادي اي 3 سنين 4 سنين. انا ما نسيتش حاجة والله، وقفشه جاي له عرض وعنده عرض، وجاي له عرض وعرضه ساري، ورمضان اما مشي من الاهلي كان عرضه ساري، وتريزيجيه اما مشي من الاهلي كان عرضه ساري، ومصطفى فتحي اما مشي من الزمالك كان عرضه ساري وباعه نادي الزمالك. ملهاش علاقه خالص، ملهاش علاقه. اي لاعب بيفوق عندك بيجي له عروض، والكوره صناعه، انت بتفتح البازات، عايز تبيع قول بيع، مش عايز تبيع خلاص اللاعب موجود معاك، ده بالعكس اضافه ليك. اما يبقى نادي لعيبته ما بيجيلهاش عروض يعني محدش شايفك. فاذا النهارده الاهلي والزمالك وجود عروض للعيبه ده شيء جيد وظاهره صحيه جدا.